آسيا، المنتخب الياباني العراق عم نشوفها حاليا زي العراقي. العلم الياباني الأبيض والدائرة الحمراء بالوسط. اللون التركواز والرمادي والأسود للصبايا اليابانيات. وورا منتخب اليابان المنتخب القريب جدا من المنتخب الياباني، قريب جدا ولكن في منافسة كبيرة كبيرة على صعيد كرة القدم. الفريقين رح يتقابلوا، رح يكونوا ينظموا كأس العالم 2002 سوا، يعني بالمنتخب الثاني المنتخب الكوري الجنوبي، وراه بيكون المنتخب الكويتي مع زي فولكلوري براك حلو كثير جدا. اذا عم شوف 12 زي مختلفين تماما، وبقية اللون المضيفة جوزيفا هتكون تقليديا هي اللولة الأخيرة اللي رح تظهر. مبدئيا تشجيع كثير كبير للدولة المضيفة. بعد منتخب الكويت اللي عم تشوف أعلامه، رح نشوف وراه مباشرة المنتخب القطري المنتخب العنابي. منتخب المملكة العربية السعودية وراء قطر. الصبايا السعوديات يعني تقدموا وطور طب المنتخب اللبناني. عم تشوف تشجيع كبير، ولكن بعد الوفد السعودي رح يمرق الوفد التايلاندي، واخيرا وفد منتخب اوزبكستان. حسامة الرئيس بدوره عم يشجع الوفد اللبناني. قلبة اللبنانية عم تتوسط العلم الاحمر والابيض اللبناني. اوزبكستان احد الدول اللي انفصلت عن الاتحاد السوفيتي السابق. مجموعات راح يلفوا الملعب ويرجعوا يدخلوا على الجزو من الخلف. راح يكون المنتخب اللبناني مزيج فولكلوري. نشوف فستان اسود وذهبي للصبايا وطرحه حمراء عم تلاقي الارض. من بعدهم 12 مجموعه من الشبين، من بعد المنتخب اللبناني كان مجموعات باللون الاحمر، مجموعتين باللون الابيض، اثنين ثانيين باللون الاخضر. وهذا كله اكيد حضرته هو رمز للعالم اللبناني. كشفنا بول وقفوا التجديف حاليا والتجديف، والفرق بلشوا يدخلوا على الجازو. الفريق الصيني الايراني والياباني الكوري العراقي والاندونيسي نصف الفرق انتظار البقوي يكملوا برمة الملعب يلي مسافتها 400 متر. تجمع شبابي كبير بالمدينة الرياضية ببيروت الإعلام عم ترخرف على الملعب. العلم اللبناني بكل قوة، والملعب الأخضر عم بيصير ملون بكل ألوان آسيا حاليا. القارة الآسيوية كلها موجودة وممثلة على ملعب المدينة الرياضية. فير بلان روج بول او الاخضر ابيض احمر عم يتقدم ليخترق الحشيش ويشكلوا الشباب العلم اللبناني. الارض اللبنانيه شامخه رح تكون موجوده بوسط اللون الابيض يلي بدوره موجود بين خطين احمرين.